أيها الإخوة الكرام، قال لي واحد في كان موسم كبير جداً، جاءته أرباح طائلة، قصة بالسبعينات. قال لي وأردت أن أذهب إلى بلاد بعيدة من دون زوجتي حتى أنفق مبلغ فلكي على الملذات والشهوات، هكذا خطط. وصل إلى هناك شعر بآلام في ظهره، دخل إلى المستشفى، التشخيص كان ورم في النخاع الشوكي. قطع رحلته وعاد إلى الشام من مسجد إلى مسجد ومن طبيب إلى طبيب، وقد شفاه الله عز وجل. يعني يا بتجي ركض يا بيجيبك ركض.